يعرف القطاع الفلاحي بجهة فاس بولمان تنفيذ مشاريع عديدة من شأنها أن تعطي زخما قويا لمختلف مكونات القطاع. وبدأت استراتيجية مخطط المغرب الأخضر تعطي أكلها وثمرتها بعد أن تعززت بسلسلة من الإجراءات والتدابير همت تنمية الأشجار المثمرة وزراعة الحبوب والخضروات. الفلاحة أولا، ولا تنمية بدون فلاحة عصرية متطورة تحدث تحولاتها الإيجابية في بنية وأنماط القطاع. فلاحة ذات قيمة مضافة عالية، وفلاحة تضامنية تنعكس على المردودية وجودة المنتوج. يتأتى ذلك بانخراط فعلي لجميع الفاعلين بمؤهلات فلاحية هامة تزخر بها العديد من جهات المملكة، بجهود حثيثة تبذل على كل صعيد، أخذة بعين الاعتبار الخصوصيات الفلاحية لكل منطقة على حدة، تجمع بين الإمكانيات وأساليب الإنتاج الحديثة التي تعتمد المكننة واستعمال البذور المختارة والأسمدة والمعالجة الأمثل وأساليب الاستغلال العصري في كل المجالات. حقق مخطط المغرب الأخضر نتائج مشجعة في إطار مشاريع الدعامات المتتاليات القائمة على إحداث أقطاب للتنمية الفلاحية والصناعات الغذائية وإطلاق مجموعة من الاستثمارات الكبرى وتجميع الموارد حول مجموعات مهنية وتكتلات ذات مصلحة اقتصادية مشتركة. تم إنجاز مشاريع جيدة للغاية في إطار مشاريع الدعامات الأولى والثانية لمخطط المغرب الأخضر، ونجحت مختلف الدعامات في تحسين الإنتاجية وتثمين المنتوج ودعم التحويل نحو القطاعات الواعدة وتفويض تدبير عمليات التنشيط وتأطير الفلاحين الصغار وتطوير آليات التجميع الاجتماعي. ومن دعامات إلى أخرى، نجح مخطط المغرب الأخضر في التحول من الزراعات ذات المردودية المحدودة إلى أنماط فلاحية ذات قيمة مضافة عالية، وتمت بتلكم الغايات المثلى تعبئة استثمارات هامة على طريق شراكات على المستوى الوطني والدولي، لا سيما من أجل تحويل زراعات الحبوب إلى غراسة أشجار الزيتون والتين والورديات ومختلف الأشجار المثمرة. لم يكن القطاع الفلاحي بجهة فاس بولمان يحتاج إلا إلى تدابير ملائمة ومبتكرة في مجال التمويل مع عصرنة وسائل آليات الإنتاج وتنظيم المهنيين من أجل تنمية وتطوير مكوناته المتعددة، وهو ما جاء به مخطط المغرب الأخضر الذي يسعى إلى النهوض بفلاحة عصرية وإنتاجية عالية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص والرفع من دعم الفلاحين. وكل هذه المرتكزات أهداف رئيسية للمشاريع الفلاحية التي دشنها اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإقليم صفرو. مشروعان للدعامة الأولى من مخطط المغرب الأخضر موجهان لتطوير سلسلتي الورديات والزيتون على مستوى الإقليم، تتولاهما على التوالي شركة أريجاجست وشركة سايس للصناعات الفلاحية. يجسد هذان المشروعان اللذان رصدت لهما استثمارات مالية بلغت 62 مليون و400 ألف درهم الإرادة الراسخة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لجعل قطاع الفلاحة محركا ورافعة للنمو اقتصادي متوازن ومستدام بجميع جهات المملكة، وعاملا حاسما لتنمية المناطق القروية من خلال تطوير نظم الإنتاج الفلاحي وضبط تدبير المجال بالعالم القروي. يشمل مشروع ريجاجست لتنمية سلسلة الورديات المنجز على مستوى الجماعة القروية أيد سبع الجروف على مساحة 96 هكتار غرس 60 هكتار بأشجار التفاح من أصناف مختلفة، وإقامة شباك واقية من البرد والصقيع، وإنجاز محطة للمعالجة ونظام للري بالتقطير. كما يشمل المشروع بناء صهريجين لتخزين المياه بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب15 متر مكعب
واقتناء معدات فلاحية من جرارات وآليات لرش المبيدات والمعالجة ومنصات متحركة. ويهدف المشروع الذي سيوفر 40,000 منصب شغل قار و60 منصب شغل موسمي، والذي تطلب استثمارا إجماليا بلغ 22 مليون و300,000 درهم، إنتاج 3,000 طن من التفاح سنويا بما يعادل 50 طن من الهكتار الواحد. ويحظى برنامج غرس أشجار التفاح بأهمية خاصة من خلال برمجة عدة مشاريع تهدف إلى الرفع من مستوى المنتوج وتثمينه، بما يساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى عيش الساكنة. وتقدر المساحة الإجمالية المخصصة لغرس أشجار التفاح ب4,570 هكتار، أي ما يمثل نسبة 63% من المساحة المخصصة للأشجار المثمرة، بينما يقدر الإنتاج ب82,000 طن، 15.6 من الإنتاج الوطني، برقم معاملات يصل إلى 697 مليون درهم. وتسعى البرامج التي يشهدها القطاع إلى غرس 510 هكتارات إضافية بتكلفة تفوق 88 مليون و70 ألف درهم للرفع من المساحات المخصصة لغرس أشجار التفاح. أما المشروع الثاني المنجز على مستوى الجماعة القروية مطرناغة، والذي كلف غلافا ماليا قدره 40 مليون درهم ويوفر 45 منصب شغل قار وموسمي، فيهم تطوير سلسلة الزيتون عبر غرس 340 هكتار من الأراضي البورية بشجر الزيتون من مختلف الأصناف وبناء وحدة عصرية لعصر الزيتون بطاقة 74 طن في اليوم. مشروعان هامان يعدان ثمرة شراكة بين صندوق التنمية الفلاحية ومستثمرين خواص في سياق الجهود المبذولة لتنفيذ أمثل لمخطط المغرب الأخضر، الذي أكد نجاعته منذ انطلاقته على مستوى الإقليم من خلال مساهمته في تحسين دخل آلاف الفلاحين وتطوير فلاحة ناجعة تتماشى مع قواعد السوق وتعد بإنتاجية أوفر لقطاع الأشجار المثمرة، التي تساهم في الرفع من مستوى الإنتاج الفلاحي الذي يلعب دورا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس بولمان، ويحقق أهداف المخطط الأخضر الذي جاء بتوجيه ملكي سام مستندا على أفكار أساسية تضع الفلاحة في المقام الأول كمحرك للنمو ومحفز لفرص الشغل وإنعاش التصدير، وبالأساس كرافعة وداعم لمختلف القطاعات التنموية المختلفة التي تعرف دينامية حقيقية تشهد عليها النتائج المشجعة المسجلة في كل الميادين، والتي تعرف أيضا وتيرة تصاعدية في نسب الإنجاز بما يحقق الأهداف المنشودة التي تنسحب على أكثر من مستوى ومجال وميدان وقطاع، سيما في المساعدة على ضمان الفاعلية والمردودية الفلاحية التي هي من أولى الأولويات، وتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية. كل هذه المشاريع المحققة على صعيد إقليم صفرو تقوم بالأساس على محاور البعد الاقتصادي وتشجيع الأنشطة الاجتماعية. كل هذه المشاريع تدفع إلى تثمين مؤهلات إقليم صفرو، بما يجعله يحتل موقعه المتميز ومكانته وإشعاعه اللائق به اقتصاديا واجتماعيا على صعيد جهات المملكة.